اللي غنمشي بحالاتي صافي راهي حتى انا اللي غنمشي بحالاتي مزيان صافي الجيران صافي انا وليت انا كنضحك من السلام عليكم خوتي. مهم اليوم جبنا الطكه غيشد في ولد الشرقي حيت ما موالفش كيضحك معاه غيجاهلو ديرو بصح غنجاهلو حيت عارف انا ولد الشرقي عصابي غنخدمو انا غنخدمو غادي نجاهلو وانا ما عندي ما داكشي ديال العصاب وغنعصبو مزيان اليوم باش عرفو الحقيقه ديال ولد الشرقي من الاخر لا لا مش خاف نحضر معاه لا شكون هذا فيزيكم الاشراف خوت خليكم معنا خاو بالضحك خليكم معنا الخوت. المهم الخوت احنا دابا غنعيطو ليه. يجاوبش. اوي اوه لا لا معاك فتاح فتاح فين فتاح فين اصاحبي في الدار اجينا اصاحبي غوتنا عليك في الدار ما تكلمنا حتى واحد فينك فينك تبدا صاحبي جمال جي عندنا جي عندنا فين عم تقدر لا لا في دار جلال معاك متقدر ورا تليفون وين حايد حايد انا جاي دابا اه جي معاك شي بيمو اه شي بيمو شي بيمو حايد يلاه انا جاي حايد المهم الخوت عرفنا خبينا ليه الكاميرا ما غيجريش معاها درنا ليه شويه الالعاب ما يجري بوالو حيت ما عندوش مع الحضير خوت خليكم معنا اش بات كاين بقيتها بالنبا طالع شوية طقه لا لا سو سو طقه الله بينا اش كنت طقه والله ما يجيبو طقه طيب لا طقه شي لا طالق عنا المرض اش من المرض صح راهي قرمي اخو طالق عنا المرض طيب اذا شي والو ديال ديال الله الى شي الى شي صح بخير سلك الطيب سلك ها ذاك خلاص يا على دار الفاسي ديال شي عاش مال هاد الدار قلت لي غير كاين جاتي دابا سخاف شاس كاين جاتي دابا كاين جاتي دابا شكاس الماء خو مال هادو اللي تقول لهم كاين جاتي دابا والله ما كاين جاتي دابا والله ما واش زعما كاين شي اللي كتشد عارفو راه نخدم عليا الموضوع لا خلي ها انا يا بابا حلو ما فرط اخذ اللوار صحه الوالد مولاي فتاح اش من دور يجي معايا مش كذب لا عطاني هادشي القرار ديالك والجيلات نصا وانت انت يا خويا صراحه جي معاك شي واحد ما في وزع انا ندير كيفاش ما في وزع فين البنات شي واحد مافيوزي زعما مع الجو فهمتي مافيا زعما ما هذاش حتى شي دور ماشي زعما ضرب يمشي شوبي وشي خيرات والله ما قلت لك كيف ندير في هذيك الكيس زعما في المشتري شي جماعة شي واحد ودي فاش فاك ديت خززها ولا كنا ضربنا في المغرب ما كتب على بيان واش تعرف تدور مش عارف دير شي حاجه صافي ونقدو من نيجي كيفاش نقدو من نيجي
صاحبي غنضرب راسك باش تطور اصاحبي. نضربك الطق الشكل من قبيله تنفرقع عليه وين دخلت. اش نضرب غير هذا؟ والله واش بدا شحال شحال واحد اخويا في ورش في انستغرام؟ اه بزاف اصاحبي وحق الله يلاح لك الريش عشي. شنو غنداونا دابا الاجرام؟ واش نداونا الاجرام؟ اصاحبي الاجرام اجرام هز بنادم صابح ما غاديش يا صاحبي. هز بنادم ضربو معرض هز بنادم ضربو معرض. دير شي حاجه ديال الضوء دير شي حاجه ديال الحب تجي معاه. حب؟ ماشي ديك القباحه ما تجيش. درنا الحب مع هذوك ديال ولاد الحاج ما فيش حب تبان بلي. صافي ودير فيلم واحد ما تجيش مع القباحه صافي جا ودير فيها اجرام. والله ما عطاك واحد صاحبي. الاجرام قالك طقت لي. لا الاجرام كتقول لي الصراحه ما كتبغى بلاش. قال لي عشان الشعب عندك واحد الحاجه فيك ناقصه. كذا وني. وراه شنو معاك اصاحبي. وراه قال لك الصراحه اخويا. شنو معاك اصاحبي واش عزيز عليا الصباح وعم الصباح واش بنادم واش بنادم يقول لك واش الصباح مسطع لي راسي لا اخويا انا شو ضرب لي نفس بنادم قال لنا ديما قاعد علاش انا ما نضربوش دابا بلاتي فتاه راني يا مالك ودابا غتبقى تجي فيلم اروق فين ها هي بخير مزيان بضاعة موجودة تجي الدار مع ثلاثة مع خمسة تمشي مخاف وراك شي واحد تشوف الدار مع وش الارض الدار مع السر لا تمخور شي واحد مخورني شي واحد الله يعطيني الحبس يلا عمرو كانت هضرة خويا شحال واحد هو معايا في انستغرام خويا والشرقة والشرقة واش طلعوا لي الدم براسكم والله هذه بدل اصاحبي دابا قيسها بدل الفقر قيسها بدل الدراما قيسها بدل شي حاجة اجي هز شحال من هاد الهضرة علاش ما تقولش تنقول لك حمد شنو يمكن انت اللي معروف ولد الشرق علاش هذا معروف فيه هي هو صاحبي راه هما تا هما ماشي تا هما صاحبي انت صاحبي اللي طالع في المواجهة صاحبي انت تعصب شكون تقول لي كذا مني يا جماعة؟ هذا مريض هذا اش ندوي معاك اصاحبي انا والله ما يقول لك خوك ولا يقول لك عندك شنو هو اللي معايا الهضرة هذه الطقار؟ اخويا واش نقول لك اصاحبي؟ ما عمري دويت معاك اخويا بغيت مصلحتك اصاحبي واش بنادم تيجي يقول لي انا واش الشرقي؟ خلي واحد اخر يقول لك الهضرة الطقار ترى عزيز عليك وما كنتش عزيز عليا ما كنت عارف خرجوني زعما مش عارفني كاع ما ندير انا خويا اخويا كنقول لك مصلحتك اصاحبي الدولة ضد الطقار ما تقالهاش الكوكا طب قال لي كلشي ولا كيبدل لي انت مقاوم بصحتنا داك ورقه فاش كتخرب الحمد لله عندنا جمهور كيبغي خويا انا ندير ندير بلاصه شغل الشغل ماشي تجي معايا والله شي غندير معاك الله يحفظك الله يجا اجي دابا معاك انا والله يجا معاك دابا كتجي شوف والله يجا معاك يا غندير معاك الله يترزق دابا كتجي كتجي بحال هكا انا كضرب هذا الشيء ديشو لي امي ديشيك ديك شي شي مجي عندك تاع شي مجان لا كيزيك ضربك معرض شي شي حاجه فيها لا واش دابا عندك عيب ولا ما عندكش عيب عيبك انا ديشو كبير ولا لا نسولك علاش كنت حاله قال لك لي عيب نسولك عمرك دوشي معايا والله واخا فيهم هذا خويا مصلاح عدو معاه اش قلت لك قول لي لا هو قال لي انت هو ندوي رايح ندوي مع المهدي يقول لي في وجهه كل شيء قاس احسن من كذاب دير شي حاجه دير الفقر واش في التصوير ماكش عارف دوي في التمشيط اما شو واحد اصاحبي واش قلت حق انا نضربك الطقه ضربني عادي شنو فيها اصاحبي ضربني على مصلحش عزيز عليا انت شنو اللي تشوف شي حاجه عزيز عليا وكنقول لك اللي كاين اصاحبي شوف سبحان الله العظيم ما شاء الله شي وحدين ما قادرش وحدين لا ما قادرش غير دار ندوي معاك حتى الاول اش نشوف دار لا عرفتي مالو اوكي انا كنت قاعد على بلاصه قاوي انا كنت نلعب لا كنقول لي كنضحك بزاف كنضحك ونضرب بحقك تكيدو انا لا كيدو معاك لا تكيدو معاك سي دابا شي وحدين انا كنضرب معاك غير وبين شحال من واحد ما يجي فاصله تقول لي واش هو الشرطه ما عرفش يدوي دابا عيطتوني باش جيت تبارك الله والله يجي تسمع اسمع 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 دابا هو كيبقى دابا غادي تسمع كيبقى في الحال علاش كنت تسكت تضرب علاش دابا هذاك الشيء علاش اه فاش دابا هو واش هو عمرنيش لا هذا هو لا هذا لا عرفت قال مبرك عليه تو هذا هذا ماشي كلشي يقول لي الصراحه ماني جيت ندير فيلم اليوم اجرام هز حط بوب هز باربريز صراحه وتشرب صراحه وغاش بان شهر شهرين ما غاش بانش وخا نضرب معاك اصاحبي اش كضحك شكرا وهو دابا لا هو بنادم جار من وراك اصاحبي بنادم جار من وراك ولا كنضرب معاك شحال تبقى شهر شهرين ثلاث شهور وفي الاخر طيب راه عمرك دوشي معاك اخويا اش ندوي معاك اش نقول لك اللي كاين اصاحبي واحد انا بنادم شي دوي معاك يقول لي هو الشرطي دا
تو معايا بالظاهر هذا حاولك يجيب لي التحت فرقع الطق عينه ها نتوما بغى يدير لي برانك ساعة جابها في راسو مسكين هاني الطق هاني شنو المشكل واش سمحوا لنا لا خسرنا الهضرة ولا شي لعيبة عزيز عليا والله تاع عزيز عليا عمرني قلت غيوصل معايا لهذا الشيء هاني الطق هاني شوف
خوت بقيتي شاد فيها صاحبي الحشومه كاع والله هذه الحقيقه ديروا الشرح خوت تحياتي لكم الخوت.